بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الناظم رحمه الله: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. يقول رحمه الله: الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. في هذا الفصل يتطرق الناظم رحمه الله لبيان أمور تشبه الكلية في المادة، أعني في تركيب الحروف. فقد تقدم معنا أن الكلية في اصطلاحهم هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وأن الجزئية هو الخاص، هو عكس الكلي. وهنا إذا نظرنا إلى الكل والكلية نجد أن بينهما شبها من حيث الحروف، بينهما وبين الكلي شبه. وإذا نظرنا إلى الجزء والجزئية نجد أن بينهما وبين الجزئي شبها من حيث تركيب الحروف. من هنا استطرد الناظم رحمه الله، استطرد بذكر هذه المصطلحات الأربع لكي يبين لنا معانيها عند علماء المنطق. فقال رحمه الله: فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية، أي في هذا الفصل سوف نتطرق بإذن الله لبيان معنى كل من الكل والكلية والجزء والجزئية. ثم قال رحمه الله معرفا هذه المصطلحات: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع. الكل أي المصطلح المسمى بالكل يقصد به الحكم على المجموع. الكل حكمنا على المجموع، فإذا كنت تريد أن تحكم على جملة من الأفراد دون أن تقصد جميع تلك الأفراد فإن حكمك ذلك يسمى كلا في اصطلاحهم. ثم مثل له رحمه الله بقوله: ككل ذاك ليس ذا وقوع. فنفهم من قوله الكل حكمنا على المجموع أننا إذا قلنا مثلا مسلم العالم أقوياء فإن هذا حكم على مجموع المسلمين، وكذلك لو حكمنا عليهم بعكس ذلك فإن منهم من لا يتصف بتلك الصفة. المؤمنون أقوياء، لكن إذا تتبعنا الأفراد نجد منهم ضعفاء، إلا أننا حكمنا عليهم من حيث الجملة. وإذا قلنا طلاب هذا الفصل مجتهدون فإن هذا أيضا يسمى في اصطلاحهم كلا، لأننا حكمنا على جملة الطلاب وعلى مجموعهم، وإن كان يوجد منهم
من لا يتصف بالاجتهاد، لكننا نظرنا إلى المعنى العام الذي ينطبق على غالبهم، فهذا هو الكل. الكل حكمنا على المجموع، فهنا لا نلتفت إلى كل فرد من أفراد هذه المجموعة لنحكم على هذا الفرد بخصوصه، وإنما نحكم عليهم جملة، وإن كان هناك من لا ينطبق عليه هذا الوصف المحكوم به. وإذا قلنا أهل هذا الحي علماء كذلك، فإن منهم من ليس بعالم، فحكمنا هنا إنما هو على مجموع أهل الحي وليس على كل فرد من أفراد هذا الحي. قال رحمه الله: ككل ذاك ليس ذا وقوع، كأي مثل كل ذاك ليس ذا وقوع. هذا إشارة إلى الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كل ذلك لم يكن، وهو الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل ذلك لم يكن. ثم قال ذو اليدين رضي الله عنه: بعض ذلك كان، أو قد كان بعض ذلك يا رسول الله. إلا أن هذا المثال الذي مثل به المؤلف رحمه الله لا ينطبق على الكل الذي عرفناه قبل قليل، والذي عرفه هو أيضا بقوله: الكل حكمنا على المجموع، لأن هذا الذي جاء في الحديث نفي لجميع الأفراد التي يشتمل عليها الكلام. فلما قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهذان فردان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، فنفى الفردين جميعا، ولا يقصد أنه ينفي مجموع الفردين، بل نفى كل واحد منهما. فهذا إنما يصدق عليه تعريف الكلية كما يأتي بعد قليل: وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. أما الكل فليس هذا من أمثلته على الصحيح. قوله: كل ذاك ليس ذا وقوع، هذا رواية وترجمة للحديث بالمعنى، لأنه في نص الحديث كل ذلك لم يكن، إلا أنه نظرا للضرورة الشعرية أتى بالبيت على هذا النحو إشارة إلى ذلك الأصل من الحديث. قال: كل ذاك ليس ذا وقوع، أي كل الذي ذكرته يا ذا اليدين ليس ذا وقوع، أي لم يقع، فلا النسيان وقع ولا القصر حصل، فكل ذلك منفي، وهذا إنما يصدق كما ذكرنا على الكلية وليس على الكل. ثم قال رحمه الله: وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحيثما لكل، اللام هنا بمعنى على، أي وحيثما على كل فرد حكم، أي إذا حكمنا على كل واحد من أفراد هذه الجملة أو هذه المجموعة فإن هذا الحكم يسمى كلية. وحيثما لكل فرد حكم، فهنا لا يوجد استثناء. إذا قلنا إن هؤلاء مجتهدون وكان ذلك ينطبق على كل فرد منهم فإن هذا كلية. قال الله تعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان، فهذا كلية، لأنه حكم على كل فرد من الأفراد التي توجد على هذه الأرض. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذه هي الكلية، حينما نحكم على كل واحد من الأفراد دون أن يستثنى ودون أن يخرج شيء من العناصر والجزئيات.
وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما، أي هذا الحكم يسمى كلية ويعلم عندهم بالكلية. ثم قال رحمه الله: والحكم للبعض هو الجزئية. الحكم للبعض هو الذي يسمونه بالجزئية. بعض الطلاب مجتهدون، فهنا حكمنا على بعض الطلاب ولم نقل كل الطلاب مجتهدون مثلا، أو طلاب الفصل مجتهدون، لم نحكم على جملتهم، وإنما حكمنا على بعضهم وعلى جزء منهم فقط. فقال رحمه الله: هذا الحكم على البعض هو الذي اصطلحوا على تسميته بالجزئية. والحكم للبعض، أي الحكم على البعض، فاللام هنا أيضا بمعنى على. والحكم للبعض هو الجزئية، فهذا يسمى جزئية. إذا قلت بعض المسلمين أقوياء فهذا جزئية، لأنك حكمت على بعض المسلمين وليس على جميع المسلمين وليس على جملة المسلمين، وإنما على بعض فقط. وتقول بعض الحيوان مفترس، فليست كل الحيوانات مفترسة وإنما بعضها فقط. فها هنا نسمي الحكم من هذا القبيل والنوع بالجزئية، والحكم للبعض هو الجزئية. وبقي معنا الجزء الأخير أو المصطلح الأخير، وهو الجزء. قال رحمه الله: والجزء معرفته جلية، أي معرفة الذي يسمى بالجزء جلية وظاهرة. فمعنى الجزء ظاهر، لأن الجزء هو ما يتركب أو ما يتألف منه ومن غيره كل، ما يتألف منه ومن غيره كل، هذا هو الجزء. فاليد جزء من جسم الإنسان، والرأس جزء من الإنسان، فهذا هو الجزء. والركوع جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، والقيام كذلك. فإذا جمعت بين هذه الأجزاء تحصل لك كل، وهو هذه الماهية المكتملة وهي الصلاة. وإذا جمعت أيضا بين هذه الأجزاء، بين هذه الأجزاء التي يتركب منها جسم الإنسان، يتحصل لك صورة الإنسان مكتملة. إذن هذا هو الجزء الذي قال عنه: والجزء معرفته جلية. فهو لم يعرف هنا بالجزء، ولكن قال لنا فقط الجزء معروف وظاهر، فلا يحتاج إلى أن يذكر بشيء من التخصيص. فالجزء إذن هو ما يتكون ويتألف ويتركب منه ومن غيره جزء. فإذا جمعت بين هذا وهذا وذاك، كل هذه الأجزاء تكون جسما معينا أو حقيقة معينة مكتملة الأركان والأجزاء والأطراف. هذا هو ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل في تفسير الكل والكلية والجزء والجزئية. ثم إننا إذا تأملنا سنرى أن الكل والجزئية والكلية المتقدم، هذه الثلاثة كلها في معنى العام عند الأصوليين رحمهم الله. هذه كلها تنطبق على أفراد كثيرة، إلا أن طبيعة شمول كل واحد من هذه الثلاثة تختلف. قال: الكل حكمنا على المجموع. فإذا أتينا بالكل أو حكمنا بالكل، فإنه يمكن أن نستثني بعض الأفراد من هذا الحكم. كل الطلاب مجتهدون، قد نستثني بعضهم. أهل هذا الحي علماء، قد نستثني بعضهم ولا يصدق عليه أنه عالم. أما إذا جئنا إلى الكلية فهذا بمثابة العام المحفوظ عند الأصوليين، هذا لا استثناء فيه. إن الله بكل شيء عليم،
عشقا فهذه كلية، لأنه يعلم بكل جزء وبكل جزئية وبكل فرد وبكل عنصر، فهذا كلية بمثابة العام المحفوظ. العام المحفوظ عند الأصوليين هو الذي لم يخص منه شيء، لم يخرج منه شيء، بل يصدق على كل فرد من أفراده، وهذا هو الذي يتحقق هنا في مصطلح الكلية. أما إذا ذهبنا إلى الكلي فقد علمنا من قبل أن الكلية هو اللفظ العام، وإن كان الكلي أيضا أقسام، وإن كان الكلي أيضا ينقسم إلى أقسام، لأنه تقدم أنه خمسة أقسام لما قال رحمه الله: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. قال رحمه الله: والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. إذن هذه أقسام تندرج في معنى الكلي، وقد شرحنا ذلك فيما مضى، وسيأتينا تذكير لتلك الأقسام الخمسة أو بعدها في فصل المعرفات القادم بإذن الله.